اهلا وسهلا فيكم في الدرس الثاني عشر، كيف تسوي جزيرة على برنامج انريل انجن. في هذا الدرس حنبدأ نضيف الإنارة جوه برنامج انريل انجن، حنتعلم كيف نعدل على الإنارة في الخريطة، حنمسح كل شيء موجود من الإنارة في الخريطة تبعيتنا، وحنأسس من الصفر حتى تبين الجزيرة تبعيتنا واقعية قدر المستطاع. كتبت كل شيء، انا حنشتغل في هذا الدرس لانه في كثير معلومات خايف انسى شيء، فراح اغطي كل هذه المعلومات في هذا الدرس. اضطرينا في عندنا كثير معلومات حنبدأ فيها، حطفي الكاميرا أنا حتى محتاجين إحنا كل زوايا الشاشة حتى نفهم شو الدرس اليوم. نقول بسم الله وخلينا نبدأ. أول شيء حنعمله حنبدأ نحدد الإنارة تبعيتنا الموجودة من عندنا في الأوتلاينر. خلينا نحدد كل هدول ونسوي لهم كلهم ديليت. الآن لاحظ طفت الخريطة تبعيتنا. بنيجي هون فوق على الليت بنحطها أنليت. في حالة الأنلت بورجيني الخريطة بس بدون إنارة. ممتاز. الآن بدنا نبدأ نضيف ملفات الإنارة تبعيتنا على المشروع. أول إشي بنيجي على الأيقونة اللي هون، كان اسمها هاي في Unreal Engine 4 Create. خلنا نضغط عليها، بنفوت على Volumes، بعدين بنيجي بندور على Process Volume، بنختار هاي وبنسحبها وبنحطها جوا الخريطة. الآن هذا اللي أضفناه بدنا نعدل عليه الإكسبوجر. خلينا نكتب exposure. بدنا خليني ارفع هاي شوي لفوق حتى يبين كل شيء. بدنا نشغل الميني برايتنس ونشغل الماكس برايتنس. بنحط هاي، بنحط قيمتها لواحد، بنحط قيمتها لواحد. ممتاز. الان خلصنا من البوست بروسس فوليوم. انا ما راح اقدر اغطي كل التفاصيل، انت الان اللي بديك تعمله بديك تلعب شوي بالقيم وتوازن بينها حتى تشوف شو اللي انا بسوي، حتى تشوف كيف تتعدل معك الشغلات. حتى انا نفسي راح اضطر ازود وانقص في القيم. في شغله كمان نسيت اضيفها، انفينيت اكستنت. بدنا كمان هاي، بدنا هاي فكره منها انها تغطي كل العالم. شوف حتى كاتب لك وذر ذس فوليوم كفر ذا هول وورلد، بدنا اياها تغطي كل العالم البوست بروسس فوليوم للاناره. تمام. احنا هسه اذا انا عملتها بدي افرجيك شغله. في هون صندوق، شايف الصندوق هذا؟ هسا انا ما حطيت علامه صح بطلت الاشياء تاثر جوا الصندوق، لا تتاثر كل الجزيره والعالم والمياه. ممتاز. الان نرجع مره ثانيه هون، بدنا نضيف الان كمان شغله، بدنا نضيف فيجوال افكت. فيجوال افكت بدنا نضيف سكاي اتموسفير. هاي نسحبها ونحطها. الان السكاي اتموسفير ما راح نعدل عليه ولا شيء، هذا راح يتاثر لحاله بكل الاشياء اللي احنا حنسويها في الشغل تبعنا. نيجي مره ثانيه على الاوبشن هون اللي هو الكرييت كان اسمه، وانا مش عارف شو هو. كويكلي اد ذا بروجكت. اوكي ممتاز. بدنا نضيف كمان فيجوال افكت ثاني. خلينا نضيف فيجوال افكت ثاني. بنختار اكسبوننشال هايت فوق. بدنا نضيف ضباب. خلينا نضيف الضباب، نرفع شويه لفوق. انا بحب ارفعهم شويه لفوق لانه في اشياء بتتاثر من فوقها وفي اشياء بتتاثر من تحتها، مش في الفوق في الاناره وفي الاشياء الثانيه. بس بجميع الاحوال بنفوت الان هي عندنا الاكسبوننشال هايت فوق. خلينا نفوت عليه جوا وندور على الفوق دنسيتي. فوق دنسيتي هاي هي، بنحطها خلينا نحطها 0.001. راح ارجع اعدل هذه القيمه كمان شوي. الفول اوف 0.2 خليها كمان شوي بنشوفها، اتوقع راح ننقصها. تمام. وعندنا الفوق بدنا لونه ابيض، احنا بدنا الضباب ابيض. تمام. ايش بدنا كمان نسوي؟ بدنا نغير في شغله كمان الفوق. من المهم بدي انبه عليه على شغله. فوليومتك فوق النهاية فولس، بنحط عليها علامه صح. تمام. الان هاي اللي انا حطيت عليها علامه الصح، الان ايش فكره فيها؟ الان لو نرجع لورا، اعتبر الشخصيه تبعيتك تبدا هون. إذا ما كنت عاط علامة صح واعتبرناها زي هيك، بصير كل الضباب بتراكم في الكاميرا، بصير منطقة بعد مسافة بصير كل شاشة بيضاء، يعني بتشوف مساحة معينة بعدين بتبطل تشوف. احنا بدناش هذا الاشي، بدنا تبين الصورة، يكون اللاعب بيلعب هون ويشوف كمان هون بس في منظر ضبابي، بدناش انه يبطل يشوف كل اشي بالمرة، فبنحط علامة الصح بصير مناسب إلنا أكثر بكثير. تمام جدا. ممتاز. الآن ايش بدنا نضيف كمان؟ اضفنا احنا الفوق، الان خلينا نضيف اخيرا اللايت اناره، دايركشنال لايت، نحطه جوا هون.
انا بحب شيء يطلع مطعم، مش دايما دايركشن لايت يطلع لي هيك. تمام، دايركشن لايت، طالما احنا حطينا دايركشن لايت نرجع على الليت وحتضوي الخريطه تبعتنا. ممتاز، احنا اضفنا الاناره وهي الشمس موجوده فوق. طيب الان انا بالدايركشن لايت ممكن العب شوي بالشمس، خلينا نطلع من هون هاي على الشمس، بقدر اخليها في حاله الشروق نشوف المشهد كيف. خلينا نرجع من هون هيك نشوف المشهد كيف بيجي، نطلعها لفوق شوي، الاحظ كيف انت من هون نلفها هيك، ممكن ننزلها. احنا بدنا نشوف شوي المشهد، خليها زي هيك. تمام، هيك كثير قوية. طيب خلينا نفوت على الدايركشن لايت، نمسح هاي. ايش نعمل فيه؟ رجعنا على الليت. الان خلينا نشوف الانتنسيتي، انتنسيتي عالية، انتم ملاحظين انه الضوء قوي جدا. بدي اخفف الانارة، الانتنسيتي هون بدي احطها على 7 او 6، شوف 7 كويسة. تمام 7. الآن هيك خلصنا انتنسيتي تبعت الإنارة تبعتنا. بدنا كمان نشوف الأتموسفير، سانلايت موجود. تمام، إيش الفكرة؟ إذا ما كان شغال عندك وشفت السماء السوداء، بعض الحالات ممكن يطلع عندك أسود. إيش الفكرة في الموضوع؟ بتحط علامة الصح أنت هون، بتضوي لك السماء باختصار، واضحة تمام جدا. طيب خليني هاي بس كان ضروري اشرحها حتى في ممكن طالب ما تطلع مبينة عنده. ممتاز، الان نرجع على الفوق، exponential height فوق. تمام، ننسو نشوف نرجع مرة تانية نظبط هاي. طب اورجيكم شغلة، خليني نحط هاي على 1، شوف المنظر. دقيقة، density. طب حط لي هاي اعلى، لاحظ لي انت صار برا هون في ابيض، شايف هذا الابيض اللي برا؟ انا هذا الابيض بدي اخلي شيء يكون بالدرجه الحدي هاي، خلينا نحطه على 1 زي هيك، هيك بكون وضعه احسن بكثير. هسا بدنا كمان نشوف هاي الابيض كثير ابيض، خلينا نشوف نحاول نحطه على ازرق. اوكي هيك احسن يكون مع لون المي، نعطي اوكي. تمام، ايش بدنا نعمل الان؟ خلينا نشوف الفيو ديستنس، فيو ديستنس مش شايفها. طب خلينا نسوي عليها فوليوم فوق، فوليوم فوق، خلينا نضيف الديستنس 10,000، نشوف هاي لو زودناها ايش بصير. لاحظ اوكي، رجع القيمة على 1، ما بدي خلص. تمام اوكي، الان احنا هيك خلصنا هدول الثنتين. الان بدنا نضيف كمان، بدنا نضيف غيوم، بس تعرفوا خلي لي بدي اضيف، راح اضيف غيوم. انا هسه بدي اضيف لي غيوم وبس اضيفها اخفيها، بس خليني اضيفها فيجوال افكت. وين كلاودز؟ كلاودز كلاودز فيومتريك كلاود، اضف. لاحظ انا صارت السماء عندي مليانه غيوم. طبعا بامكانك انت تترك الغيوم زي ما هي، يعني بدك تتعدل بالقيم تقدر تتلعب في القيم عادي. لاحظ انا بلعب بالقيم اللي هون، بقدر اتحكم في الغيوم وانت بتقدر تتحكم فيها عادي جدا. بس انا مش حتفرق معي كثير، يعني حتركها زي ما هي، او القيم اللي انا عدلتها ما راح اهتم كثير بالتعديل عليها. اذا بتحب انت تعدل عليها وتسوي مشهد خاص وتغير حتى لونها كمان، تقدر تلعب في الموضوع تبعها. فانت برجع لك، خلينا نرجع على ابيض، شيء يصير تعديل عليه. تمام، هو يفترض يغير لون الغيوم عندي. ايش هي هاي؟ اوكي جلوبال افكت جراوند، مش عارف شو هي. تمام، تقدر تغير كمان انت لون الغيوم عادي جدا، بس نخليها زي ما هي. احنا خلينا نرجعها زي ما كانت بالاصل. تمام، الان احنا هيك اضفنا غيوم، اضفنا انارة، اضفنا ضباب. خلينا نكمل الان، بدنا نعدل شوي، نضيف انارة ثانية. بنفوت على هاي، بنفوت على لايت سكاي لايت. تمام، خليني احطها لفوق شوي انا هاي هيك. تمام، اضفنا السكاي لايت، ممتاز. الان في السكاي لايت بدنا نلعب في بدي اشرح شغله بس بسيطه قبل ما نلعب بالارقام. خليني اجيب هاي للنص لهون، بدي اشرح الشغله. الان السكاي لايت هذا بكون من المنطقه اللي هو فوق بيعرض،
الآن بعرض كمان في محيط ال 360 درجة، يعني بيغطي كل مساحة الجزيرة والعالم. بس أنا ما بدي أثر على كل على المي، كمان بدي ألعب شوي في إنه بس يأثر على الجزيرة. بدي أغير هاي لقيمة الثريشولد، أحطها واحد حتى أخليه بس فوق الجزيرة، حيأثر حتى على المي. لاحظت أنت البحر؟ بدي أرجع مرة تانية، لاحظ على البحر هون، شوف كيف تأثير عليه. بديش إياه يكون للدرجة هاي، بدي إياه بس فوق الجزيرة بحطها واحد. الآن تركت البحر إنه ياخذ راحته مع الغيوم مع الإنارة، إنه بدون ما أخرب المشهد. الآن نرجع مرة تانية، بدنا ندور على اللايت كمان هون، بدنا ندور على اللور. دقيقة خلينا نشوف وين هي هاي، بدنا عليها، بدنا نحط قيمتها محطوط عليها واحد. بدنا نشوف الانتنسيتي سكيل كمان، انتنسيتي سكيل. طيب خلينا نحطها 0.5، تمام. هيك خفت لسه اكثر، لاحظتوا انتو هون. خلينا نرجع مرة تانية اورجيكم، كانت زي هيك. خلينا نحطها 0. حتى خلينا نحطها في 0.2، كثير لا هيك 0.5، تمام ممتاز جدا. هيك خلصنا موضوع السكاي لايت. خلينا الان نرجع نفوت على البوست بروسس فوليوم مرة ثانية. بوست بروسس فوليوم، قلت لكم هذا الدرس فيه شوية تفاصيل زيادة، عشان هيك اضطريت اراجع اسجله كله، عشان انا متأكد اني راح انسى اشياء وانا بشرح. الفينت انتنسيتي بدنا نضيف هاي هون، وبدنا نحط عليها الصح، وخلينا نزودها شوي ل 0.7. تلاحظ الشاشة كيف قاعدة بتصير، المشهد بيعطيني اطار اسود على الشاشة، بيخلي الاشياء اكثر هيك حد. لاحظ انا الان لما ازيد، شايف كيف؟ خليها على 0.65، الرقم ممتازة جدا جدا جدا. طيب ايش عندنا كمان؟ خلينا نشوف كمان البلوم. البلوم بنشغل هدول الثلاث، الميثود انتنسيتي وثريشولد. الان في الميثود اذا بتغيرها بيعطي وضوح اكثر، لكن انت هاي الشغل مشكلة. طلع شو كاتب لك؟ كاتب لك تو اكسبنسيف فور جيمز، المشكلة انها راح تستهلك كثير من المحرك تبعك، من كروت الشاشة والمعالج تبعك. فلا احنا خلينا نحطها على ستاندرد. وبالنسبة للانتنسيتي خلينا نحطها 2.5، وعلى هاي خلينا نحطها 1.7، نشوف كيف. ممتاز جدا، هيك صار المشهد اكثر واقعية. خلينا نسوي بلاي. طبعا انا ضعف كرت الشاشة لانه صراحة الكمبيوتر عندي صار ترتفع درجة حرارته كثير، وانا مشغل كل المعالجات وكل شيء. طيب ممتاز، نرجع لورا. تمام الان احنا هيك بكون خلصنا الاشياء هاي. بدي اشوف شغلة ثانية، الثريش هولد. طبعا هو كيف بصير لما نطلع على الشمس؟ طيب خلينا نجي من هون شوي، ننزل لتحت، نجي كمان من هون هاي الزاوية، كأن الشمس عمودية زيادة. طيب دقيقة بدنا نسوي الشغلة، خلينا نضعف شوي سرعة الكاميرا. طيب لاحظ لي الشمس انت هون. الآن الشمس عامل بطالعة بالضبط دائرة. بدنا نضيف شغلة على العالم تبعنا، خلينا نفوت على الدايركشنال لايت. بدنا نسوي لعبة دايركشنال لايت. أنا تلاحظ أنا حطيت الشمس وين؟ على حفة الصخر. بدي خيوط الشمس اللي هي خطوط النور، الإنارة اللي بتيجي من الشمس تظهر في المشهد يصير واقعي. بنفوت على الدايركشنال لايت، خلينا نسوي الشافت. شافت، تمام. أنا بدي أضوي هاي، لاحظ لما أضويها وأضوي هاي مع بعض، أوكي. بدي أغير القيم، أشوف البلوم، تمام. الشافت، أوكي. بدنا بلوم كمان عندنا هون، سكيل 0.1، ونحط هاي 0.1، اوكي. مش مبينة من الجهة، خلينا نروح نشوفها من جهة الشجر. سوي ستارت، اشوف الخيوط تبعية الانارة. خلينا نروح من عندي، اوكي هاي الضوء كويس. لو اجينا مثلا من عند من ورا الشجرة،
تتأثر بظل الشجرة شوي شوي. دقيقة هنشوف تراكشن لايت، احنا ضويناهم. المشكلة التأثير مش قوي كفاية. طب خلينا نزود هاي لل 0.2 وهاي 0.2 نجرب. عفوا 0.2، لا 0.1 ما تنفع كثير. 1 نجرب على هاي على 0.09. مشكلة. طيب أضعف الكاميرا، سرعة الكاميرا شوي، نسوي ستارت نشوفها أثناء ما إحنا في العالم. إحنا بدنا نطلع الخيوط تبعية الشمس اللي انتو شايفينها، هاي اللي بتيجي قاعدة نتفه بس مش قاعد تظهر معي كويس بشكل كويس. طب مش هسه بدنا، خلينا نظبط الفوق، يمكن لما نظبط الفوق تطلع احسن. فوق نعدي على الفوق، نفوت على الفوق، نرجع كمان نشوف فوق دنسيتي. احنا حطيناها 0.01، خلينا نجربها هيك 0.1 تمام، ونزود نعدل هاي على 1. خلينا نشوف طيب نرجع مرة ثانية دايركشن لايت، نحاول نسوي الميل شوي هيك. اوكي وين الشمس؟ راح ضاعت الشمس. دايركشن لايت، انتم ملاحظين المشكلة انه انا قاعد قاعد اها بينت. لاحظ لي انت هون بعد ما حركنا الشمس لما كانت عمودية كانت صعبة، لاحظ لي انت في مكان هنا جاي في ضوء انارة، لان انا ورا الشجرة ما فيش اي خطوط، باجي شوي شوي بطلع بتطلع الخيوط تبعية الشمس. لاحظ انت هون في خط جاي بالمنطقة هاي اظهر الشمس. هيك صارت عندنا المواضيع واقعية اكثر في لعبتنا لما نفوت احنا ورا ظل شجرة ويصير يطلع لنا الشمس تطلع لنا لما نطلع من بعد تحتيها. تمام هيك احنا بنكون خلصنا الفيديوهات تبعي، الفيديو تبع الإنارة. لكن انا راح الان راح في عندنا اشياء ثانية احنا من المهم جدا ننتبه عليها. راح نيجي الان نعمل تعديل على، خليني اورجيكم شغلة، خلينا نزود السرعة. الفيديو الجاي حنعدل على الجدران تبعية الجبال. خلينا الآن ناخذ مشهد نشوف بس العالم تبعنا أول إشي وناخذ نظرة. أنت لاحظ أنا بفوت جوا الجبل، قاعد بفوت جوا الحجار، وهذا الإشي بدنا نلغيه من اللعبة. طيب خلينا نشوف بس الآن شكل الجزيرة تبعيتنا وإحنا فيها، هل صارت واقعية أكثر ولا لا؟ خلينا نشوف الواحد بيلعب قاعد هون، هاي الإنارة، الإنارة كثير كويسة بل ممتازة حقيقة. وصارت اكثر واقعيه لما نفوت نلعب جوا اللعبه. ممكن بكل بساطه نلعب بالدايركشن لايت بس عشان ايش نشوف احنا افضل زاويه. نتحكم شوي بالدايركشن لايت، خلينا نجرب من هون نشوف زي هيك، كمان زي هيك تمام. خلينا نشوف المشهد بهذه الطريقه. هو يفترض في وقت النهار، الان لو عملناها بهذا المشهد المشهد صار جدا بصراحة رائع جدا. خلينا نشوف من هون، ممتاز جدا. الآن خلص احنا هيك بنكون خلصنا هذا الفيديو. في الفيديو الجاي حظبط موضوع الاحجار، انه لما ما نخبط فيها ونطلع فوقيها وما نقدر نفوت جوا الجبل، راح نظبط كل هاي الأشياء. وهو الدرس الأخير، وراح أضيف إضافة درس صغير أو كلمة أخيرة بعد الدرس الأخير. هيك بكون خلص هذا الفيديو. في أمان الله، مع السلامة، باي باي.